بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، هنكمل مع بعض حل تمارين طبعا ليسون آن في أونيتي كاتر، الدرس الأول في الوحدة الرابعة. طبعا احنا شغالين كده في صفحة إن شاء الله 160 من كتاب ميرسي. أول حاجة الدوكيمون اللي قدامي بيقول لي سالو بيير، أهلا بيير. اللي كتب الإيميل طبعا هنا عندي فانسون. سالو بيير جيميناج دانزان نوفيل ابارتمو، انا عزلت في شقه نوفيل يعني ابارتمو شقه جديده. سيت ابارتمو الشقه دي سو تروف دانزان ميبل في عماره دو ديز ايتاج، من كام دور؟ 10 ادوار. نوزا بيتون او تيام ايتاج، احنا ساكنين في الدور الثامن. جومونت دان لابارتمو بار لاسانسور، انا بصعد مونتي يعني يصعد، بطلع للعماره بالاسانسير. لابارتمو في 200 متر، طبعا 200 متر. السو كومبوز دو تروا شامبر، 3 غرف. ان جراند كويزين، مطبخ كبير. دو سال دو بان، 2 طبعا حمام. دو صالون، 2 صالون. ان سال امانجي وغرفه اكل. اي ان كولوار وممر. لو بالكون سو تروف اون فاس دي صالون، البلكونه طبعا موجوده امام الصالون. طبعا مش في صالون واحد، وفي طبعا اكتر من صالون. طبعا في دو صالون، 2 صالون، فطبعا قدامهم طبعا البلكونه. جي ان شامبر، انا عندي غرفه بريفي خاصه. دان ما شامبر في الغرفه بتاعتي. اليا ان لي في السرير. ان ان كومود اللي هو كومودينو. ان ارموار دولاب. ان بيرو مكتب. افيك ان لامب ولام، وطبعا اباجوره. ما بوتيت سور اختي الصغيره بارتاج سا شامبر افيك ما جرام مير، بتشارك الغرفه بتاعتها مع جدتي. بارتاج معناها تتقاسم او تتشارك هي وجدتي في الغرفه. لا شامبر دو مي جرام بارون، الاوضه بتاع جدي وجدتي. دوفون لا كويزين، معلش انا اسفه، لا شامبر دو مي بارون، الغرفه بتاع والدي ووالدتي والديا. اي دوفون لا كويزين، امام المطبخ. فيان فيزيتي ما ميزون ماردي، تعال عشان تزور طبعا بيتنا يوم الثلاث ابريل كل بعد المدرسه. هنبدا مع بعض في حل الاسئله. السؤال الاول بيقول لي دان لي موبل اليا، في العماره فيه كام؟ طبعا ديز ايتاج 10 ادوار، تمام، وهو بيسكن في الدور الثامن بس العماره نفسها فيها 10 ادوار. لا سيرفاس دو لابارتمو، اللي هي المساحه بتاع الشقه. اي طبعا موجودة عندي فوق في الدوكيمو. 200 متر، طبعا 200 متر هتبقى 200 متر اللي هي نميرو اه. السؤال رقم 3، لابارتمو الشقة سو كومبوز دو، بتتكون من 11 بيس 11 قطعة. نعد لو عدينا القطع مع بعض نطلع مع الدوكيمو فوق هنا. طبعا بيقول لي طبعا هي سو كومبوز دو تروا شومبر، 3 غرفة. ان جراند كويزين كده 4. دو سال دو بان حمامين يبقى 6. دو صالون، 2 صالون يبقى 8. ان سالا مانجي اوضة اكل يبقى 9. كولوار ممر 10. ولو بالكون طبعا هنا بيقول لي والبلكونة تبقى 11 قطعة في الشقة، تمام كده. بعد كده دان لا فامي في العيلة دو فانسون اليا، طبعا العيلة فيها طبعا 5 بيرسون 5 اشخاص. هنا بعد كده الدوكيمو اللي بعدها ليلو دوكيمو بيربون كيستيون. فيلا الوي، فيلا للايه؟ للايجار. طبعا هنا طبعا باج 160 زي ما احنا ماشيين في نفس الصفحه. بيقول لي دون لانفيرون ا مارسي، في طبعا الاماكن اللي في حوالين مارسيليا. انفيرون يعني الاحياء او الاطراف، في اطراف مارسيليا. ابروكسيميتي دو لا ستاسيون دو مترو، بالقرب من محطه المترو. دوبلكس، الشقه دوبلكس يعني دورين. 350 متر 350 متر. ان جران جاردان، فيها طبعا حديقه كبيره. ان جراج وجراج بور 5 فواتور، لخمس عربيات. ان بيلفو سور لا مير، وطبعا الوجهه بتاع الفيلا على البحر مير ميديراني، البحر المتوسط. ان جراند بيسين وحمام سباحه. ان انتري بلين داربر، والمدخل مليء بالاشجار. سي شامبر اكوشي، 6 غرف نوم. ان جراند كويزين اوفيرت، طبعا مطبخ كبير مفتوح. تروا سال دوبان، وتلاتة حمام. طبعا الو لويي الايجار طبعا هنا 1500 يورو، اللي هي 1500 يورو بار موا في الشهر. صفحة 161 يا ولاد، هنبدأ نحل الأسئلة مع بعض. لو ديكيومو إيه؟ طبعا هنا مديني إيميل ولا أنونس ولا ديالوج، طبعا أنونس، وكلمة أنونس يعني إعلان.
لا فيلا اي بريدو، طبعا الفيلا قريبه من طبعا هنا لاستاسيون دو مترو محطه المترو. 3 لا فيلا دون سور، طبعا الفيلا بتطل على لامير اللي هو البحر المتوسط. بعد كده فري وفو اون لو لا فيلا اس اميل 500 يورو بارسومين، طبعا غلط لان ال 1500 يورو في الشهر مش في سومين يعني اسبوع، يبقى هنا بقول لي في الاسبوع، لا انا هدفع في الشهر 1500 يورو. دان لا فيلا في الفيلا اليا سي شامبر اكوشي، ايوه في 6 غرف نوم. اليا دو ايتاج دان لا فيلا، 2 دورين اه لان الفيلا دوبليكس. بعد كده نبدا مع بعض السيتياسيون. السؤال الاول بيقول لي تو في لا فيسيل، انت بتغسل الاطباق، تو دي طبعا هتقول وي لي بونج، ايبونج اللي هي الاسفنجه بتاع الاطباق ويلي بونج. السؤال الثاني تامير بريبار لو ديجوني، مامتك بتحضر الغداء، كيسكي تو دي، انت هتقول ايه، هتقول ال في لا كويزين، هي بتطهو او بتطبخ. بعد كده تو نتوا لا كويزين، انت بتنظف المطبخ، الا بلاس دو تامير تو دي في مكان امك، او تقول ايه، هقول جو في لا فيسيل، انا بغسل الاطباق. بعد كده تو ني با كونتون دان تا ميزون، انت مش مبسوط في المنزل بتاعك، كيسكي تو دي، هتقول ايه، هتقول جو في ايمانيجي، سوف اعزل، هتعزل او تنقل من مكان لاخر. بعد كده تامير مامتك بريبار لو ديجوني، بتحضر الغدا، تو دي، انت هتقول ال في لا كويزين، هي بتطبخ. السؤال اللي بعده تو نيتوا تا شامبر، انت بتنظف الغرفه بتاعتك، كيسكي تو دي، هتقول ايه، هتقول شو باس لاسبيراتور، انا بكنس بالمكنسه الكهربائيه. بعد كده السؤال رقم 7 لا شامبر ني با بروبر، الاوضه ايه مش نظيفه، تو دي، هتقول الفولا نتويي، مفروض ان انا انظفها. طبعا صفحة 162 هنا السؤال بول تو دي موند اتونامي، انت بتسأل صديقك سونافي سور تا شامبر عن رأيه في الغرفة بتاعتك، كيسكي تو دي، هتقول له ايه، يبقى هتقول له كومو تو تروف، كومو تروف تو ما شامبر، ايه رأيك في الغرفة بتاعتي. تو دي كري تا ميزون، انت بتوصف المنزل بتاعك، تو دي، يبقى هقول ال اي جراند، هو ايه، كبير. بعد كده السؤال رقم 10 تو دي موند اتونامي، انت بتسال صديقك دو دي كري سا ميزون، بتطلب منه ان هو يوصف المنزل بتاعه، كيسكي تو دي، هتقول ايه، يبقى هقول له تا ميزون ال اي كومو، البيت بتاعك صفه لي. بعد كده سؤال رقم 11 تو دي موند، انت تو ايد، انت بتساعد تي بارون، والديك، على ميزون، في المنزل، تو دي، هتقول ايه، جو باس لاسبيراتور، انا هكنس بالمكنسه الايه، الكهربائيه. بعد كده تو ابيت بريدو لامير، انت بتسكن بريدو يعني قريب من، يبقى بريدو قريب من دولامير، كيسكي تو دي، هتقول ايه، هتقول ما ميزون دون سور لامير، بيتي بيطل على، دون سور يعني يطل على لامير. بعد كده تو نتوا لو صالون، اذا بتنظف الصالون، تو دي، هتقول ايه، جو باس لاسبيراتور، انا بكنس بالمكنسه الايه، الكهربائيه. بعد كده السؤال رقم 14 تو بار لدو تا تاش مناجير بريفري، بتتكلم عن المهام المنزليه اللي انت اصلا بتفضلها، كيسكي تو دي، هتقول جو في لا فيسيل، انا بغسل الاطباق، الحاجه في المهام المنزليه اللي انت بتفضلها. تو دي كري، انت بتوصف تا شامبر، الغرفه بتاعتك، اتونامي لصديقك، تو دي، هقول له ال ايرانجي، هي ايه، مرتبه. بعد كده صورة رقم 16 ابريل وبتي دي جيني، بعد الفطار، تو دي اتاسيور، هتقول لاختك، طبعا هتقول بروس توا لي دون، اغسلي اسنانك، بروس توا، اغسلي اسنانك بالفرشه. بعد كده صورة رقم 17 تو دي تو ايد تامير على ميزون، انت بتساعد مامتك في المنزل، كيسكي تو دي، هتقول ايه، هتقول جو في لا فيسيل، انا بغسل الاطباق. السؤال رقم 18 تو دي مود اتونامي، انت بتسال صديقك لور دو دي جوني عن موعد لور دو دي جوني، اير وحدها معناها بسال عن الساعه، لكن اور دو دي جوني عن موعد الغداء، تو دي، يبقى هقول له كان تو دي جون، متى تتناول الغداء. صفحة 163 هنا السؤال بيقول لي تو دي مود اتونامي سون اوبينيون، بتسال صديقك عن رايه، خلاص سور تا شامبر ال دي، هيقول لك ايه، يبقى ال اي رانجي، هي بتكون ايه، مرتبه. السؤال رقم 20 تو دي موند، انت بتطلب اتامير سوكل في الا كويزين، ال دي، بسالتها هي بتعمل ايه في المطبخ، هتقول شو بريبار لي دو جيني، انا بحضر الغداء. السؤال اللي بعد كده تو بار لي ديز اكتيفيتي كوتيديان، انت بتتكلم عن الانشطه
اليومية. كوتو في على ميزون اللي انت مفروض بتعملها في المنزل تجيها تقول جو في لا فيسيل بغسل الأطباق. السؤال رقم 22. السؤال رقم 22 تو دي موند اتونامي دو لوكاليزي. لوكاليزي يعني يحدد موقع. لوكاليزي سا ميزون يحدد موقع منزله. كيسكيل دي هيقول اي هيقول سي ديفون لا جار انه امام المحطه. بعد كده السؤال رقم 23 تو فو ريباسي لي فيتمو انت عايز تكوي. ريباسي يعني يكوي الملابس. كيسكي تو دي هتقول ايه هتقول جو شيرش لو فير اروباسي انا ببحث. لو فير اروباسي يعني المكوى ببحث عن المكوى. بعد كده السؤال رقم 24 تو دي موند اتون امي لو نومبر دي بيس دو سا ميزون. تو دي انت بتسال وانت توجه سؤال والسؤال هيكون عن نومبر اللي هو عدد والعدد يعني كومبيان دو عدد القطع او الغرف بتاع المنزل بتاعه. هقول كومبيان دو بيس اليا دان تا ميزون كم عدد الغرف اللي موجودين في منزلك. بعد كده السؤال 25 السؤال 25 تو دي موند اتون امي سو كل ايم فير الوماتين بيحب يعمل ايه في الصباح. كيسكي تو دي هقول له ايه يبقى هقول له توفيك ولوماتين انت بتعمل ايه في الصباح. تو بارتاج وبارتاج يعني تتقاسم يعني تتقاسم او تتشارك. تتشارك لا شامبر افيك توم فرير يبقى انت الاوضه مشتركه بينك وبين مين اخو كيسكي تو دي هتقول ايه هتقول اليا دولي دان ما شامبر فيه اتنين سرير في غرفتي لان الغرفه بتقعد فيها انت واخوك. تو بار دي ميبل دو تا شامبر تو دي انت بتتكلم عن ميبل اللي هو المفروشات الفرش الموجود او الاشياء الموجوده في الغرفه بتاعتك. تو دي هقول اليا ان لي يوجد سرير اي اون ارموار ودولاب. بعد كده السؤال رقم 28 بتقول اليا دولي يوجد اتنين سرير دان تا شامبر فيه غرف في سريرين في الغرفه بتاعتك. كيسكي تو دي هتقول ايه هقول سيتين شامبر دوبل انها غرفه مزدوجه. يعني ايه غرفه مزدوجه؟ يعني بتسكن فيها انت وحد معاك تاني في الغرفه. الصفحه اللي بعدها اللي هي صفحه 164 يا اولاد هنبدا في سؤال الاختياري اللي هو جرامير. جو لا سال امانجي طبعا هنا تصريف فيرب نتويي ينظف طبعا نتوى فعل مفعول المجموعه الاولى مع جو بينتهي بالاو. بعد كده ما مير مي طابل طابل فيمينا مؤنثه يبقى هنا لا طابل مامتي حضرت السفره. بعد كده تالتة فيتمو فيتمو هنا كلمة جمع مذكر يبقى ناخد كل الجمع الايه المذكر يبقى كل فيتمو توفا روباسي الملابس اللي انت هتكويها. بعد كده جو دي جون ريستوران انا هتناول الغداء هتبقى او ريستوران في المطعم طبعا ريستوران كلمة مذكرة هتبقى او ريستوران. هنا تونو توليف باتو طبعا هنا سي ليه بقى قلنا سي لان سي معناها بلا للاجابة على سؤال منفي يبقى السؤال نفسه منفي وبعده مثبت يبقى هنا تونو تليف باتو سي جومو ليفتو بلا سأستيقظ مبكرا. السؤال اللي بعده بولي دان ما شامبر ال نيابا طبعا بعد النفي يدو يدي اي ابوستروف هتبقى ال نيابا دو ريدو. السؤال رقم 7 اكتيفيتي كلمه جمع مؤنث في ميناء طبعا هتبقى كي الاكتيفيتي ايه الانشطه تو في لومتان اللي انت بتعملها في الصباح. ال دي ميناج دانز جون طبعا هنا ميزون كلمه ميزون ان اف وان اف يعني نو في ميناء يعني كلمه مؤنثه يبقى دانز جون في نوفيل ميزون في منزل جديد. السؤال اللي بعده اول حاجه في السؤال اللي بعده بيقول هنا ايه هنا جو ايد مامير هتبقى لا كويزين فين في المطبخ لان كويزين كلمه مؤنثه. جابيت ايتاج ايتاج كلمه مذكره تبقى او ديزيام ايتاج واحنا عارفين ان الاعداد الترتيبيه تمشي مذكر ومؤنث حسب اللي جايه بعدها طبعا هنا ايتاج كلمه مذكره فقلت او دوزيام ايتاج تمام كده. ضلوا جاردان اليا دي فلور كلمه فلور طبعا جمع مؤنث يبقى فلور كلمه اصلا مؤنثه ضفنا لها اس اصبحت جمع مؤنث هتبقى كولوري اللي هي جمع مؤنث. بعد كده روبا برون تو ريستوران كلمة روبا كلمة مذكرة عشان الاس اصلا في الكلمة يبقى كيل روبا برون تو ريستوران. السؤال رقم 5 بولي اليا دانتا شامبر طبعا هتبقى كوا لان طبعا هنا كوا معناها ما او ماذا بس بتيجي في وسط واخر الجملة لو كان في الاول الجملة هنكسكي اليا دانتا شامبر لكن في نص الجملة وفي اخر الجملة هتبقى اليا كوا دانتا شامبر. اون مانجو دان لا سال امانجي طبعا احنا طبعا بناكل في غرفة الاكل سال امانجي اللي هي السفرة اوضة السفرة او غرفة الطعام. بعد كده لي بوستر سون
البوسترات اللي هي بوستر يعني الصور يا جماعة، أو الملصقات اللي احنا بتلزقوها في الأوض بتاعتكو. شير لابورت، يبقى هنا لبوستر سون شير لابورت، البوستر أو الملصقات ملزوقة على الباب. لو ماتان جو لاسبيراتور، طبعا هنا جو باس لاسبيراتور، أنا بكنس بالمكنسة الكهربائية. الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 165، جو انفير، طبعا هنا لافيسيل، أنا بحب أغسل الأطباق لأنها كلمة مؤنثة. كومبيان، طبعا بعد كومبيان بيجي يدو يدي إيه أبوستروف، وعرام بيجي بعدها جمع، يبقى كومبيان دوبيس. دي كريموا جورني سكولير، جورني طبعا كلمة في ميناها، هتبقى تا جورني سكولير اللي هي يومك المدرسي. السؤال اللي بعده، طاش تو في على ميزون، كلمة طاش كلمة جمع مؤنث، يبقى كيل طاش تو في على ميزون. بعد كده جو تري تو، هنا هتبقى تصريف فعل ذو ضميرين، يبقى جو موليف تري تو، انا بستيقظ مبكرا جدا. بعد كده بلوتار، بلوتار معناها فيما بعد، يعني انا في زمن المستقبل، مستقبل فعلين، واحد مصرف والتاني فين؟ في المصدر، يبقى بلوتر فيما بعد. الفا بارتير بور باريس، هو سوف يرحل الى باريس. السؤال رقم 7، ابارتمو اي سوبير، طبعا ابارتمو كلمة مذكرة بس اولها حرف متحرك، هتبقى سات ابارتمو اي سوبير، الشقة دي ايه رائعة. جابيت دانزان، طبعا ايموبل كلمة مذكرة لكنها مبدوءة بحرف ميل ومتحركة، هتبقى نوفيل ايموبل، وانا عندي نوفيل دي المذكر اللي هو المبدوء بحرف ساكن، ونوفو بحرف متحرك، ونوفو هتبقى للمذكر المبدوء بحرف طبعا ساكن. يبقى هنا عشان هنا اولها متحرك فانا خدت نوفيل، طبعا ما تنفعش نوفو لان حروف متحركه بعد بعضها ما تنفعش، ونوفال دي للمؤنث سواء ساكن او متحرك، وهنا جمع مذكر وهنا جمع ايه مؤنث. هنا اسبيراتور نومار شوبابيان، طبعا اسبيراتور طبعا مذكر بس اولها الا والا حرف متحركة، تبقى سات اسبيراتور نومار شوبابيان. بعد كده السؤال اللي بعده، بقولي مسيو فيزيتي ما ميزون، طبعا مسيو ومدام على طول، بصرف الفيرب مع فو وده للاحترام، هقول له فوني فيزيتي ما ميزون، حضرتك تعالى اتفرج على المنزل بتاعي. ال اون كوافير، يبقى ال سو دي جويز هو بيتنكر، اون كوافير في كوافير. البرون بوتي دي جوني اسيتور، طبعا بوتي دي جوني طبعا الوجبات كلها مذكره، يبقى هتبقى سون بوتي دي جوني اسيتور. السؤال اللي بعده، دومان، دومان يعني غدا، يبقى الزمن عندي هنا مستقبل، يبقى فعلين الاول مصرف والتاني فعل فين؟ في المصدر. اون بتساوي ال للمفرد، يبقى اون فا فير لا فيسيل، هنغسل الاطباق. بعد كده منى لا طابل، منى بعدها هنا فيرجول فاصله واخر علامة تعجب، يبقى الجمله في صيغه الامر، ومنى منادى، والمنادى المفرد، يبقى صرف الفيرب مع التو، والنهايتين مع التو يا الاو لو مجموعه اولى، يا الاس لو مجموعه ثالثه. يبقى لما انا بنادي على منى بقول لها مي لا طابل، رتبي السفره. جولي بارتيسيب، كورس كلمة في منى مؤنثة، تبقى على كورس دو فيلو. هنا مون ارموار، طبعا كلمة ارموار كلمة مالها مؤنثة، يبقى جو لارونج، انا طبعا شاك جور انا برتبه كل يوم، الدولاب انا برتبه كل يوم. السؤال الاخير، بولي لولي السرير، جو لو في لو متان، انا برتبه امتى؟ في الصباح. الصفحة اللي بعدها صفحة 166، هنا بقول لي طبعا ايميبل، ايميبل يعني عمارة، دون سيور لامير، يبقى ايميبل كلمة مذكرة طبعا وبدأ بحرف متحرك، يبقى سات ايميبل هذه العمارة دون سيور لامير، بتطل على البحر. تو فامي ما تندر او، هتنتظرني فين؟ طبعا هنا سؤال واجابة، ودي ضمائر مخاطب وضمائر مالها متكلم، في حالة السؤال والاجابة بعكس المو والتو والتو بالموم، يبقى هنا تو فامي تندر او، قلت له جو في تا تندر، انا سوف انتظرك، وكليب في النادي. بعد كده تاش تو في لوماتان، كلمة تاش كلمة مفرد مؤنث، طبعا هتبقى كيل تاش تو في لوماتان، ايه المهام اللي انت بتعملها الصبح. مونا بارتمو شقتي اي بيان، طبعا كلمة ابارتمو كلمة مذكرة، طبعا بيان رانجي، يبقى هاخد رانجي المرتبة للمفرد الايه المذكر. بعد كده السؤال رقم 6، اي سيت شومبر، الاجابة الي اجولي، طبعا هنا الإجابة أجولي، يبقى إذا الإجابة هنا السؤال يبقى أكي
لمن تكون سيت شامبر هذه الغرفة. سو سون دي زيتاجير، إتاجير طبعا جمع مؤنث، يبقى إذا هتبقى فيرت طبعا الأخيرة لأنها جمع مؤنث. عالي هنا في علامة تعجب وهنا في علامة تعجب، يبقى عالي أصبح منادى. منادى يعني أمر طبعا مع التو، وفي أمر مع فعل ذو ضميرين. قلنا طبعا في حالة الأمر التو بتتحول لطوا وبتوضع بعد الفيرب، يبقى هقول له ليف توا. لكن لو كانت الجملة منفية كنت هاخد الاختيار التاني نو تو ليف با، لكن لا الأول ولا رقم سي له محل في الإعراب من الإجابة. بعد كده لي شامبر سون، شامبر هنا جمع مؤنث، سون بيان هتبقى رانجي الغرف كلها مرتبة. او لي تواليت سيلفو بلاي، طبعا تواليت هنا جمع، يبقى او سون لي تواليت، اين تكون الحمامات من فضلك. بعد كده جوفي، جوفي لي لوماتان هتبقى مون لي، انا برتب السرير بتاعي في الصباح. لولي اي اكوتي بيرو، طبعا هتبقى كوتي دو بيرو بجانب المكتب. جو موليف السؤال اللي بعده، هنا هتبقى اويتور لان الساعة طبعا بتسبق بحرف الجر. بعد كده تو اكلير، يبقى السؤال هنا تو تو كوش، وده سؤال عادي جدا وفعل ذو ضميرين. توتو كوش اكولير، بتنام في اي ساعة. بعد كده اي تا شامبر، الاجابة اكو تي دو لا كوزين بجانب المطبخ، يبقى انا هسأله عن مكان الغرفة بتاعته، يبقى او اي لا تا شامبر. بعد كده سؤال اخير، ميزامي اي موا نو، طبعا انا واصدقائي وانا، نو على مود، يبقى هنا طبعا الاجابة نو نوز، طبعا نوزابيو احنا بنلبس على الموضة. بعد كده السؤال اللي بعده، تودوا هنا فعل ذو ضميرين، يبقى تودوا تو كوشيتو، وانا عندي الفعل الاول مصرف والتاني فعل فين في المصدر. لا روب جوفي، طبعا هنا الفستان، جوفي لاشيتي انا هشتريه، ليه خدت الا ابوستروف هنا، هي مفروض لا عشان لا روب مؤنثه، بس اشيتي اولها حرف متحرك، فانا هاخد الا ابوستروف عشان اشيتي اولها حرف متحرك. صفحة 167 يا ولاد، هنا بقول لي جو تروف لا شامبر، طبعا هنا هتبقى تريبل لان احنا اتفقنا ان تري اللي هي بتساوي فيري بالانجلش، تري معناها جدا وبيجي بعدها صفة، والصفة دايما كلمة واحدة لا غير. منى طبعا تعجب، يعني يبقى منادى خلاص، يبقى لما اقول منى على طول منادى، يبقى هقول لها ابي طوا، قلنا تو بتحول لطوا وبنحط شرطة بتيجي بعد الفيرب في حالة الجمل المثبتة. اي لو جراج، الاجابة او سو سول تحت الارض، يبقى هنا هقول او اي هنا لو جراج، اين يكون الجراج. نو دوفون، طبعا هنا ضمير الفاعل نو، يبقى هنا هناخد ضمير مفعول نو، يبقى نو دوفون نو لوفي تو، يجب علينا ان نستيقظ مبكرا. سيت باج اي هتبقى اونر جو من الفضة، الخاتم الفضة. ما شامبر اي، طبعا دوفون لو كولوار امام الممر. نبدا في السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده رقم واحد، بيقول لي جو فوتوغراف مون ابارتومو، هتبقى مون نوفيل ابارتومو، وقلنا نوفيل بتيجي امام المذكر المبدوء بحرف ماله متحرك، ودي نوفو مذكر بس بعديه حرف ساكن، يبقى هنا نوفيل دي مذكر ونوفو مذكر. الفرق بين الاثنين ان نوفيل بتيجي قدام المذكر بس يكون مذكر مبدوء بحرف ماله متحرك، نوفو مذكر بس مبدوء بساكن، نوفيل المؤنث بتيجي امام المؤنث سواء ساكن او متحرك، ودي جمع ايه مذكر. جوليان في، طبعا هنا شوبينج كلمه مذكره، هتبقى دي يو دو شوبينج. اليا كومبيان، كومبيان بيجي بعدها دو سال دوبان، يوجد كم غرفه من كم حمام. بعد كده جو دوش اسيتور، يبقى هنا جو مو دوش، انا باخد دوش او بستحمى الساعه 7. بلوتار، وفي بلوتار معناه فيما بعد، ودي زمن المستقبل. جو لازم يجي عندي فعلين، الاول مصرف والتاني فين في المصدر، يبقى جو في الي او بارك داتراكسيون، هروح لحديقة الملام. السؤال رقم 6 بقول لي تو اكل اير، طبعا هنا توفا في فعل ماله مصرف، يبقى لازم اللي بعده يجي فعل في المصدر بس ضمير المفعول هيتبع الفاعل، يبقى توفا تو كوشي اكولير، سوف تنام في اي ساعة. السؤال رقم 7، جو ايم فير دي تاش، تاش هنا طبعا جمع مؤنث، يبقى هتبقى تاش مناجير المهام الايه المنزلية. السؤال اللي بعده ليف، قلنا طبعا طوا التو بتحول الى طوا وبتيجي بعد الفيرب، يبقى ليف طوا تو، استيقظ مبكرا، استيقظ مبكرا منى.
بعد كده سوسون ديز إتاجير أون، أون زائد لون مفرد مذكر، يبقى أون خدناها من الترم الأول زائد لون مفرد مذكر. لما تجيلي أون هنا يبقى أنا ماليش علاقة بالكلمة اللي قبلها، أنا لازم يجي بعدها لون مفرد إيه مذكر، هتبقى أون فير. بعد كده شامبر إي سامبا، طبعا شامبر كلمة مالها مؤنثة، هتبقى سات شامبر إي سامبا، الأوضة دي ظريفة. بعد كده ايتاج، قلنا ايتاج كلمة مالها ان ام، وان ام يعني كلمة نوم ماسكولا يعني كلمة مذكرة، يبقى اكل ايتاج تو ابيت، في اي دور انت بتسكن. صفحة 168 يا ولاد، هنا السؤال الاول بول فوزا في كومبيان، هتبقى دي ابوستروف، ما هي كومبيان بيجي بعدها يدوية دي ابوستروف، على الرغم ان بعدها جمع لان هنا خدنا دي ابوستروف عشان اورديناتور اولها الاول وحرف متحرك. علي اموا اون، طبعا انا مع اون بصرف الفيرب مع ال للمفرد، يبقى اون سوليف طبعا تروتار. السؤال اللي بعده ليزارموار، لارموار اي اكوتي، طبعا لي كلمه مذكره، هتبقى اكوتي دو لي بجانب السرير. لارموار اي اكوتي طبعا هنا دو مون لي، انا خدت هنا دو للمذكر وهنا خدت دو الاصليه، لان احنا من الترم الاول قلنا دو تبقى كما هي لو جاء بعد صفه اشاره او صفه ملكيه، مون مامي تون تاتي سون ساسي، يبقى دو تنزل زي ما هي، ولو جاء بعدها سو وسات وسات وسي برضو قلنا دو تبقى كما هي. فعشان كده في الجمله الاولى لي طبعا خدت لها ديو، في الجمله الثانيه نزلت الدو نفسها بدون ادنى تغيير عشان بعدها مون ومون صفه ايه ملكيه. لا شامبر تو بلاي، طبعا ده سؤال واجابه وده ضمير مخاطب والمتكلم، طبعا قال وي نعم قال مو بلاي انها عجبتني. بعد كده ما شامبر اي هنا اون اوت، اون اوت اون با، اون اوت يعني في الاعلى واون با يعني فين في الاسفل، ونخلي بالنا من حرف الجر اللي بيجي قبلهم. بعد كده ليمر سون، طبعا مارين، مارين حولت لي اي لون للون مركب يبقى صيغته مفرد مذكر، يبقى هنا هتبقى بلو مارين ازرق كحلي. النيابه طبعا الجمله منفيه يبقى يدو يدي اي ابوستروف. جو في على في التبور، طبعا هنا ضمير الفاعل جو يبقى ماميو زي، انا بروح لحفله عشان اتسلى. جابي دانزان كارتي، هتبقى نوفو كارتي، اللي خدت هنا نوفو على الرغم ان عندي نوفيلا، هي دي المذكر ودي المذكر، لا لان كارتي مبدوء بساكن فخدت نوفو، ولو كان الكلمه مبدوء متحرك كنت هاخد نوفل، يبقى دي جديد ودي جديد للمفرد المذكر حسب بدايه الكلمه اللي بعدها. بعد كده موبل، موبل هنا جمع مذكر، يبقى اذا طبعا هتبقى كيل موبل تو ادانتا شامبر، ايه المفروشات والاساس اللي موجود عندك في الغرفه بتاعتك. ماسير اي منى، يبقى اختي ومنى يبقى الاثنين بيساووا ال للجمع المؤنث، يبقى هصرف الفيرب مع ال للجمع المؤنث، هتبقى مات اخرها او ان تي. بعد كده الجمله اخرها علامه تعجب، يبقى امر مي لامب سير لو بيرو، يبقى سيت لامب حطي الاباجوره على المكتب. وبكده يبقى احنا خلصنا اسئله الدرس كلها، وان شاء الله باذن الله رب العالمين الفيديو القادم هنبدا نحل في الكتاب الثاني عن جميع التمارين عن الاونيتيتور والثلاث دروس بتوع اونيتيتور والدرس الاول من الوحده الرابعه، ده المقرر علينا ان شاء الله هنمتحنه في شهر ابريل باذن الله رب العالمين. وبكده استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في انتظاركم مع الفيديو القادم في الكتاب الثاني الصغير اللي هو مع ميرسي، هنراجع مع بعض دروس وهنحل جميع الامتحانات والاسئله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.